السلام عليكم. اليوم السبت 17 اوت نورمالمون سيتي بريفي ندير كونفيرونس تاع لي ستوديون اللي نضموها اصحابنا تاع البول وتاع الفورم اني لو موراها شفنا نهار الخميس كل نهار تلاقات نهار كانت ديفيزات فلاش نتاعها وفي التلفزيون باللي حيديروا واحد سانديكا يسموه لي جال يديروا يتحاوروا مع البانيل تاع الديالوج. كي سمعنا تلاقي نظمنا وقفه احتجاجيه قدام الماكر تاع الحوار باش ندوا باللي هاد المنظمات ما يمثلوناش، ما جيناش على جال ايديولوجيه وباسكو تفهمنا حنايا من 26 سيرتو تاع لي ستوديون يا في ان شارت ما نهضروش على الايديولوجيه. ترانايا دوكا رانا في اثناء تحرير البلاد من هاد الفاسدين، فاهمنا بلي ما كاش ايديولوجيه دوكا باينه بلي كاين ذباب وكاين اعلام اللي ماشي فريمون حر، او يقول بلي كما قال الاخ العزيز ثلاثه قالونا تاع الماك وهاد المره قالونا بلي نتوما تاع راج. وباذن الله باذن الله حنا كاين طلبه حقوق حنا معانا حنشكو بهاد الصحافه العار هادي اللي تمد لنا عفايس كيما داروهم وقت اون ابل سا لا ديفاماسيون، حنشكو بهم وشوفوا العداله هذه الحره هذه اللي راكم تحكوا عليها اذا دير خدمتها ولا لا. لا اي واحد عنده وثيقه رسميه تقول باللي واحد من اللي راحوا لتماك ينتمي الى منظمه راج هذه اجبدوها وحطوها وديفيزيوها ولتماك العداله بيناتنا اللي راكم تحكوا عليها تاع تاع الخرطي تاعكم. السلام عليكم، انا قرافلو، انا ستيبي حابه نفهم برك عفسه كيفاش الصحافه تهدر بلا ادله، ما كاينش انسان يهدر بلا دليل بلا ما تحضر كيفاش هدرت بلا ادله. انا كنت تما، انا لا انتمي الى اي حزب الى اي منظمه الى والو، لا انتمي مع باش ميفا واش ما عندها راج هذه ما نعرفهاش، اقسم بالله ما نعرف هذه امي عرفت واش معناتها. وقال هنا واحد ما ينتمي لاخر، جينا كطلبه احرار جينا نقول لكم باللي انا رافضين الحوار. يا شكون اللي مثلنا؟ لجنه تاع طلبه ما كاش طلبه فيها، لجنه تاع طلبه الممثل شيخ، عيب عيب والله غير عيب وعار. طلبه نورمالمون يكونوا لتما، حنا خرجنا كطلبه قلنا لكم ما كاش حوار، ما كاش حوار مع العصابه.